اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح نتكلم عن مباراه النادي الاهلي القادمه. ايه اللي حصل في مباراه المقص؟ ناس كتيره مبسوطه من مستوى اداء النادي الاهلي، ولكن اللي دايما بقوله لحضراتكم ودايما تاخدوا بالكم منه ان مباراه النادي الاهلي، مباراه المقص الاخيره ضد النادي الاهلي، ما هي الا بدايه النادي الاهلي الحقيقيه، او الخطوه الاولى في خطوات كثيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. فاللي بقوله لحضراتكم ان ما هي الا خطوه، صدقوني في احسن من كده بكتير جدا جدا لكل اللعيبه اللي موجوده ولكل اللعيبه اللي مصابه. وزي ما قلت لكم قبل كده، تخيلوا لما اللعيبه اللي بره النادي الاهلي او المصابين في النادي الاهلي لما يروحوا او ما يرجعوا الفريق مره اخرى، تخيلوا ال11 اللي بيلعبوا دول مع ال11 المصابين مع المجموعه اللي موجوده احتياطي هيبقوا عاملين ازاي. تخيلوا كده مع نفسكم، اقعد بقى فكر لو انت مكان لاسارتي هتعمل ايه؟ هتلاعب مين ومش هتلاعب مين؟ ده مجرد بس لما النادي الاهلي عملوا صفقتين ثلاثه ويعني كلها احتياجات النادي الاهلي محتاجها، شوفوا الفرق كلها بتعمل ايه؟ والله العظيم ثلاثه الواحد وهو قاعد بيتفرج بيبقى حاسس ان بيشوف بقى المداخلات دي واللي مش عارف ايه هنا بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده كذا وده كذا وده كذا. بتلاقي تحس ان الناس كلها والله يا جماعه والله لسه بدري. صدقوني مستوى الفريق لم يصل الى لسه بدري، هتشوفوا احسن من كده بكتير كمان خلال الفتره اللي جايه. فعشان كده مش عايز الناس بس تبقى ايه، الناس اللي هي ما بتشجعش الاهلي، يعني انا مش عايز الناس اللي ما بتشجعش الاهلي كده يعني تخاف بدري. لسه بدري، لسه بدري والله. ده لسه اللعيبه دي لما تجيب بقى 100% من مستواها هتلاقوا شكل تاني واسلوب تاني وطريقه تانيه. وفي ظل الحقيقه لاسارتي واللي بيعمله لاسارتي مع الفريق، انا همني جدا جدا اللقطه اللي فاتت، ولو تقدر تجيبها لنا سمير، بتاعه لاسارتي وهو مع اجاييه وطالع ورايح للناس وبيسقف لهم وبيقول لهم. اجاييه لما جاب الجون وراح جري على دكه النادي الاهلي ولاسارتي وهو بيقول للعيبه كلها قوموا لاجاييه. الحاجات دي تفرق جدا جدا مع اللعيبه، حاجات بسيطه بس تفرق جدا جدا مع اللعيبه. الراجل فنيا الناس كلها بتتكلم عليه بشكل جيد، ولكن كمان الناحيه المعنويه دي المدرب ده او المدير الفني ده بيبقى زي الاب. عندك مشكله، احنا دايما كنا كده، لما يبقى عندك مشكله كنت بتروح تحكيها، لما يبقى عندك حاجه بتروح تتكلم فيها مع المدير الفني. اللقطه دي لقطه عظيمه، لقطه عظيمه في للنادي الاهلي او للمدير الفني للنادي الاهلي والاجاييه نفسه. اجاييه عمال يقول لهم كلكم تيجوا، لان هي لقطه عظيمه لاجاييه وللمدير الفني لاسارتي. قد ايه التقارب، قد ايه الانسجام، قد ايه وبسرعه جدا كل ده في شهر ولا في شهر ونص. فما بالك بقى لما الرجل ياخد على الفرقه ويبقى عارف ايه الادوات اللي في ايديه وايه الادوات اللي مش في ايديه. وبالتالي حاجات مهمه جدا 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 بتحصل خلال هذه الفتره في النادي الاهلي. النهارده بالمناسبه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان متواجد في تمرين النادي الاهلي النهارده واتفرج على التمرين وكان مبسوط يعني، وكان قاعد الحقيقه شايف التمرين وكان موجود لدعم فريق كره القدم خلال الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه لا تقبل القسم على اثنين. كل المباريات اللي هتلعبها هي مباريات كؤوس، تعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا. المكسب او ان انت تجيب جون او ما تجيبش جون دي بتاعت ربنا، لكن اعمل اللي عليك. والاهلاويه بيفهموا، الاهلاويه بيعرفوا يفرقوا مين اللي عمل اللي عليه ومين ما عملش اللي عليه. وبالتالي هي فترة صعبة جدا جدا جدا. النهارده كان لاسارتي عمل اجتماعات منفردة مع بعض اللاعبين منهم صالح جمعة. صالح جمعة اللي دايما بنتكلم عليه بشكل ايجابي ودايما عايزينه يبقى موجود في الملعب، ولكن مسؤولية صعبة. يا صالح المسؤولية صعبة جدا. جمهور الأهلي كله مستنيك. وجمهور الأهلي عايزك تفضل ماشي كده. لو عملت كده أو كده صدقني محدش هيبص تاني. محدش هيبص كده، واللي بيقع ما بيرجعش، واللي بيقع ما بيرجعش. دايما كلاعب كوره لما بتيجي تتكلم في اي حاجه تخص كره القدم مفيش مشكله ان انت تتكلم، ولكن احلى ايام حياتك وانت في الملعب وانت في المستطيل الاخضر. المستطيل الاخضر ده شكل تاني وحياه تانيه ومعنى تاني وحاجات تانيه خالص. فصالح ماشي بشكل جيد جدا وعنده دعم غير محدود، دعم غير محدود من جمهور النادي الاهلي ومن كل والمديرين الفنيين، المدير الفني اللي موجود في النادي الاهلي. فعشان كده استغل الدعم ده وخلي الناس واقفه في ظهرك وخليهم يزقوك لقدام. ما تفكرش بقى ان انت تروح شمال
او يمين، لان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا جدا، ومحتاجين كل اللاعبين يكونوا موجودين في الفريق خلال الفتره اللي جايه.